السلام عليكم خاوتي واخواتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي. في هذا الفيديو خاوتي جيت نحكي لكم على جديد العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لانه مؤخرا حدثت الكثير من الامور المهمة وايضا المرعبة. فرنسا تبعث بابقار كادت تقتل الجزائريين، والجزائر غاضبة من هذا الامر وتتوقف عن الاستيراد من فرنسا. ايضا راح نهضروا كيفاه ان يعني كيف استعملت الجزائر ذكائها في الكسب من أزمة النيجر، حيث أن فرنسا الآن أصبحت تشتري المزيد من المحروقات من الجزائر. راح تشوفوا كل هذه الأمور في هذا الفيديو خاوتي، ولكن قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار أرجوكم دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في هذه القناة، فعلوا الجرس، كل هذه الأمور خاوتي حتى دعمنا نتصدر الحملات السينيالة. في الأول نبدأكم بالخبر، يعني هذا الخبر قد صرى البارح ولكن حبيت نشاركه معكم الآن باش نجمع المزيد من التفاصيل. الجزائر توقفت عن استيراد العجول والأبقار وكل هذا النوع من اللحوم من فرنسا، وهذا بسبب مرض خطير جدا كاد يقدر يقتل الجزائريين. وزارة الفلاحة أعلنت عن هذا الأمر يوم السبت عن الوقف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا على خلفية ظهور مرض النزفية الوبائية. هذا المرض خاطئ، يعني خطير لدرجة أنه لو كان زعما فرنسا الجزائر جابت هذه العجول، المرض هذاك راح ينتقل إلى العجول الجزائرية، وبالتالي أسعار اللحوم للآن راه تدير. والله ما نعرفش حيدير خاطئ، مش مضرين ناكل لحوم البقر. مهم، هذا الأسعار راح تتضاعف أكثر فأكثر، لكن الأمر لا يخص اللحوم فقط، يعني يخص الحليب اللي يخرج من هذا الأبقار، ويخص أيضا الشركات اللي تستغل هذا الحليب. الأمر الغريب خاوتي هو أنه فرنسا يعني ما حلبتش الجزائر بهذا الخصوص، يعني قاعدة تبيع لها في اللحم وفي هذا الأبقار، ولكن الجزائر كي دارت التحقيقات لقيت باللي قبل يومين فقط فرنسا كانت أعلنت عن اكتشاف مرض لدى مزارع عين بجنوب غربي فرنسا، الامر اللي خلى الجزائر يعني تدير تحقيقات قبل ما تحط هذا الابقار في الجزائر. وكي دات عينه وشافت يعني كل هذه الامور لقيت بلي هذه الابقار فيها هذا الفيروس اللي الكثير ظن انه يعني فرنسا قامت بفعله عمدا، يعني استهدفت الصحة والامن الغذائي الجزائري، فهي تريد تدمير الجزائر، في حين انه الكثير من الاخرين قالوا لا هذا شيء عادي ويحدث الكثير من الاحيان. فخطر ايضا راني شافي فرنسا عطات الى الجزائر يعني حبوب القمح، وفي هذيك الحبوب القمح لقاو الكثير من الفيران ويعني فيها الطاعون. الجزائر ايضا غضبت من هذا الامر وقامت بارجاع هذيك السفينه، ما حبتش تديها. الان خاوتي قد تقولوا لي معليش هذه تعلمنا درس باش ما نزيدوش نستوردوا يعني الابقار، علاه ما نقدروش نربوا الابقار في الجزائر؟ في الحقيقة خاوتي نقدروا، ولكن يعني الطاقة الانتاجية تاع الابقار واللحوم هذه في الجزائر ما لحقتش تغطي حاجيات الشعب الجزائري. انتم كي تسمعوا الشعب الجزائري يعني البوبيلاسيون تاعنا الان راهي 45 مليون جزائري، تقولوا بلي هذه ماش بزاف مقارنة مع الهند ولا مع الصين، وهذا الامر صحيح خاوتي، ولكن خاوتي ديروا في بالكم بلي الجزائر ثاني اكثر بلد مكتظ بالسكان من ناحية الدول العربية. يعني تجي مصر باش تجي الجزائر وراءها مباشرة، ثم تخيلوا ماناش بالعدد القليل. الآن خلونا نروحوا الخبر الآخر بخصوص فرنسا أيضا، حيث بعد أن تزعزعت العلاقات بين فرنسا والنيجر، وفرنسا حبت تدخل عسكريا على النيجر والجزائر منعتها وكل هذه الأمور، واردات فرنسا من الغاز الجزائري ارتفع كثيرا، وكان بعض الأطراف في فرنسا اتهمت الجزائر قلت لها تي بلعاني ماكش حبتنا ندخلوا في النيجر وماكش حبتنا نكملوا نسرقوا هذيك الثروات، لانه على بالك بلي راح نزيدوا نولوا نشروا عليك الغاز. طبعا خاوتي كما على بالكم كان واحد المثال يقول لك مصائب قوم عند قوم فوائد، وايضا الجزائر هذه مش حاجه جديده بالنسبه لها تكون مع السلم والامن، لكن طبعا هذا الامر يفيد الجزائر كثيرا، لان واردات فرنسا من الغاز الجزائري لسنه 2022 ارتفعت بشكل كبير جدا، حيث ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن الواردات الفرنسية من الغاز الجزائري من هذا العام ارتفعت بنسبة 92.1%، وهي تقارب نصف الكمية التي استوردتها فرنسا من الغاز سنة كاملة. وأوضحت الصحيفة الجزائرية نقلا عن تقارير موقع الطاقة أن واردات فرنسا من الغاز الجزائري ارتفعت لتبلغ 49.9 من إجمالي واردات فرنسا من الغاز من العالم أجمع، يعني الآن فرنسا راهي تعتمد على الجزائر
بشكل الأغلبية في مجال استيرادها للغاز. أيضا وهذا حسب الوثيقة التي جاءت ضمن الرسالة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الفرنسية، قال لك باللي خلال النصف الأول فقط من 2023 بلغت واردات فرنسا من الغاز الجزائري 1.6 مليار دولار، وهذا الرقم لم تسجله فرنسا من قبل. الآن خوتي خلينا نروح إلى مجال يعني الحرب بين الجزائر وعفوا فرنسا والنيجر ودول الإكواس. الجزائر أعطته هذا الكوراج للنيجر لدرجة أن فرنسا أخيرا قامت بقطع علاقاتها العسكرية مع النيجر، لكن هذا الأمر لا يعني أنهم يعني سلكوا، لا بل فرنسا الآن راهي معولة أكثر من أي وقت مضى تدخل. لكن حدثت الكثير من الأمور اللي خلى حتى فرنسا تخاف وتتراجع. الجزائر لا خاوتي يعني جاء عدو ماكر جدا، وكنا تحدثنا عن هذا الموضوع. بعد التحقيقات تم اكتشاف ان امريكا الان راهي بدات تجيب في الاسلحة تاعها قرب الحدود على النيجر، وراهي معاولة تصدم في اي لحظة. الان خاوتي نهار اللي يجي الكبير الصغار يبعدوا من الطريق، يعني يبعدوا كل كلاب هكذايا. فرنسا راحت هربت، وايضا دول الايكواس بدات تنسحب. لماذا؟ لانه كما قلت لكم امريكا راهي معاولة تصدم على النيجر. لكن ما يزيد الامر تأزما هو ان روسيا ايضا الان راهي في النيجر لقوات فاغنر. هلا بينا فاغنر مات، ولكن القوات تاعو مازالت تنشط في الان في النيجر. كان امر واحد اخر مهم ايضا خاوتي، يعني راهي كاينه مؤامره كبيره على النيجر، وهذا الامر صحيح. كما نبهكم خاوتي مؤخرا رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون كان في الاجتماع الدولي للامم المتحده، يعني وفي هذاك الاجتماع ولا هذيك الدوره قام باعطاء تصريحات ناريه كما راكم شفتوا. ولكن رئيس هذا تاع الامم المتحده انطونيو غوريتيتش منع النيجر من الحضور بسبب مشاكلها مع فرنسا وبسبب هذاك الانقلاب. هذا الامر اغضب النيجر كثيرا، وقالت النيجر باللي هذا انطونيو غوريتيتش راه متورط مع كل من فرنسا وامريكا من اجل تدمير النيجر وعدم السماح الى سماع صوت النيجر. ايضا النيجر اتهمت انطونيو غوريتيتش رئيس الامم المتحده بانه راه يتدخل في الشؤون الداخلي للدوله، يعني قالت له انت واش دخلك واش صاري داخل النيجر وشكون اللي يولي رئيس مادام الشعب راه قابل بينا، علاه تمنع النيجر من الحضور في اجتماع مجلس الامم وترفض تخلي الصوت تاعنا يعني يوصل الى العالم. وراك تشوف بلي امريكا راهي صادمة علينا بالسلاح وتحقرنا، وفرنسا ايضا راهي صادمة علينا بالسلاح وتحقرنا، ولا على جال هما عندهم مجلس دائم ولا مقعد دائم في مجلس الامن يعني حق الناتو. هذه هي مواضيعنا لليوم اخوتي، انتم واش راكم في هذا الفيديو؟ خبرونا رايكم في التعليقات. نشكركم جزيل الشكر على المشاهده، وسنلتقي مع المزيد من الاخبار والمواضيع. الى اللقاء.